فضيلة الشيخ وفقكم الله، استبدال حكم الله بالقوانين الوضعية هل يعد كفرا أكبر أو من الكفر الأصغر؟ هذا فصل فيه العلماء كما في تفسير ابن كثير. إذا كان يرى أن حكم غير الله أحسن من حكمه أو مساويا لحكم الله وأنه مخير، فهذا كافر من الكفر الأكبر المخرج من الملة. أما إذا رأى أن حكم الله هو الحق وأن حكم غيره باطل، ولكن حمله على ذلك إما طمع دنيوي أو أنه يخاف من أحد، فهذا كفر أصغر، كفر أصغر، لأنه يعتقد أن حكم الله هو الحق وأن هذا باطل. لكن يلتمس لنفسه عذرا في هذا، فهذا يكون كفر أصغر. نعم.